كيك كل المناسبات، لأنه سهل وطيب كتير وبتقدروا تحضروه بالبيت بطريقة بسيطة وبمكونات موجودة عنا. أنا بسمي كيك كل المناسبات، وإذا في مناسبة خاصة بنعمل له إضافات أو تويست حسب المناسبة. المقادير 4 هن: بيض 6 حبات، كباية ونص طحين، كباية سكر، وبيكنج باودر. الفانيلا ما بحسبها مقادير لأنه هيدي عطول بدها تجي مع الكيك. الخطوة الأولى: تذكير البيض للكيك دايما بحرارة الغرفة. سو رح نحط 6 حبات من البيض بالخلاط ونبلش نخلط. البيض لازم نخفقه تقريبا دقيقتين ولنشوف انه لونه تغير وحجمه تقريبا زاد شوي. هلا صار فيني زيد السكر تدريجيا، يعني نحن عم نخلط تقريبا دقيقتين زياده، بزيد السكر تدريجيا، يعني اذا بدكم يكون اهون معلقه كل شوي. هلا تقريبا بلشوا يوصلوا للحجم يلي بدنا، هو رح زيد الفانيلا وكفي خفق بعد شي دقيقة، يعني التوتل لخفق البيض تقريبا 5 دقايق. هيك منعرف انه بدنا يصير اللون تقريبا ميل عبياض، راح الصفار. ليه؟ لانه زدنا السكر تدريجيا وخلطناهم مثل ما قلنا تقريبا 5 دقائق. هلا الخطوة الثانية: راح زيد البيكنج باودر يلي عندي معلقة صغيرة على الكباية ونص طحين، راح ننخلهم ونزيدهم على 3 دفعات من دون ما نعوز الويسك، بالمعلقة من تحت لفوق لحتى نحافظ على حجم البيض مع السكر. منزيد لنا الطحين على تقريبا 3 دفعات، بس اكيد الطحين بدنا نخلو، فيكم تنخلوه قبل بوقت بس افضل انه نخلهم هلا هيك حتى ينزلوا تدريجيا. اوكي، نبلش نخلط من تحت لفوق لانه الطحين بينزل لتحت، نتاكد انه مزجوا منيح. نرجع منزيد الباتش الثاني. هيدا الكيك كتير بيسك بس كتير اساسي، يعني اذا بتحتاروا اي كيك بدكم تعملوا اعملوا هيدا الكيك وضيفوا عليه الاضافات يلي بدكم اياها. هيدا اسمه الجينواز. هيدا الكيك كتير سهل كمان لأنه ما فيه ولا زيت مثل ما شفتوا ولا زبدة. إذا عملتوا كريم فيها زبدة بتكونوا خففتوا كمية الزبدة من هالكيك. هلأ ب 8 إنش صينيتين عندي، رح أقسمهم على كميتين ورح أعمل 4 قوالب، يعني رح أرجع عيد نفس الريسيبي ليصير عندي 4 لايرز. انتو فيكن تعملوا قد ما بدكن، فيكن تعملوا بس وصفة واحدة وتقسموها تقصوها مثل ما بدكن. سو دهنا القوالب بالزبدة والطحين وحطينا ورق خبز من تحت لحتى نتأكد انه هيك القالب ما بيلزق، حتى بس اقلبهم بيكون اسهل وبيحافظ القالب على الرطوبة اللي جواته بس نقلبها. بحب اشتغل بالميزان بس بدي زين لحتى يطلعوا الكميات متساوية، اذا ما عندكن ميزان على النظر او بتكيلوا بالكوب. طيب هلا هنقسم الكمية بالتساوي. رح حطهم بفرن حامي 180 درجة تقريبا 20 دقيقة. خلوا عينكم على الفرن دايما، ما تسألوني من تحت او من فوق، انا بحطهم بفرن كونفكشن مروحة دايرة كل الوقت. للكيك اليوم رح اعمل نوعين من الفروستينج، فروستينج لنحطه بقلب الكيك وهو عبارة عن الكريم تشيز فروستينج،
وكريم تاني هو very special recipe من شيف كريم برجي، حتى قبل على البيج عنده كذا مرة فراستين كتير طيب، رح نحضره بالخطوة التانية. هلأ للخطوة الأولى خلينا نركز على الكريم تشيز فراستين. عندي تقريبا كباية ونص من الكريم تشيز بحرارة الغرفة، عندي كوب من الزبدة كمان على حرارة الغرفة، وعندي كبيتين من الايسينج شوجر أو من معروف بسكر البودرة، ورح حط لهم برش حامض ونقطة فانيلا. هلا على طول بس كون عم حضر كريم تشيز مع زبدة بستعمل هيدي البادل لأنه أهون للشغل، ما بعلق لا التشيز ولا الزبدة فيهم. سو رح بلش أخلط الكريم تشيز راح ضيف عليهم الزبدة يلي عندي اياها بحرارة الغرفة، راح ضيف البرش، برش الحامض، برش البردقان يلي موجود من الحمضيات عندكم، مع شوي صغيرة من الفانيلا. بس ينخلطوا رح اتركهم هلا ينخلطوا تقريبا شي دقيقتين ثلاثة، بس حسهم هيك صاروا كريمي وفلافي، رح ضيف لهم السكر البودرة تدريجيا، هو الخلاط ماشي عمها لحتى البودرة ما تطرش بالمطبخ. دايما بس يكون عنا كريم مع سكر او مع any kind of powder بدنا نتأكد انه حتى لو ما في باودر يعني بدنا نتأكد انه الجوانب على طول هيك لحتى كل شيء ينخلط مع بعضه. اوكي دايما هيدا الكريم صار جاهز، رح حطه بالبراد لحتى جهز الكريم الثاني ولحتى نشوف الكيك وين صار. للتوبينج لهالكيك مثل ما قلت لكم هيدا الكريم سبيشال ريسيبي من شيف كريم، بنقول له ثانك يو دايما. رح اقول لكم كيف طريقه تحضيره، بس اذا بتحبوا فيكم بس تعملوا ويبينج كريم مع السكر مع الفانيلا وتزينوا فيها لحتى ما تكون القصه شوي معقده. هلا لهيدا السبيشال كريم عندنا 100 جرام او 100 مللتر من الويبينج كريم و100 جرام ثانيين، يعني قسمنا 200 قسمناهم 100 حطيناهم بهالطنجره ومية تركناهم لازم يضلوا بالبراد باردين. رح نضيف عليهم معلقة كبيرة من العسل ورح نحط عليهم بود من الفانيلا، قد ايه بيطلع معنا بالبود بنحطهم بقلبهم ورح نسخنهم على النار. بهالوقت رح دوب 80 جرام من الشوكولا الابيض، انا بستعمل هيدا الشوكولا، بندوبهم تدريجيا بالمايكروويف او ببان ماري مثل ما انتم بتحبوا، بس انتبهوا انه ما يحترق الشوكولا. بعدين بنضيف هالشوكولا على الويبينج كريم يلي سخنناهن وبعدين بنضيف عليهم الويبينج كريم المسقح. خلينا نشوف كيف. سو على النار عندي فانيلا بود بعملها سكريبينج، حطيتها حطيت معها شقفة الفانيلا ورح حط لها معلقة العسل بس لحتى تسخن شوي ويصير الفانيلا انفيوزد مع هالكريم. هلا رح اخذ الشوكليت ودوبهم مثل ما قلت لكم، انا بدوبهم بالمايكروويف 30 ثانيه برجع بشوف اذا دابوا، اذا لا برجع بضيف 30 ثانيه. عاده هاي الكميه بدها دقيقه لدقيقه وربع لتصير دايبه. رح شيل الفانيلا يلي عندي الشقفه اللي حطيتها ورح اعمل ايمالشن، رح زيد نص كميه الكريمه وبعدين رح زيد النص الثاني. سو بنحرك لندوب الشوكليت، ننزل كل الكريمه مع العسل مع الفانيلا، وهلا صار فيني ننزل الكريمه البارده ونحرك من جوا لبرا. واو اتس اميزينج. رح غطيهم بكلينك فيلم، الكلينك فيلم لازم ينزل على الكريمه ورح احطهم بالبراد اذا بتقدروا اوفر نايت.
انا اوريدي عندي كريمه مجهزتها قبل لتكون جاهزه هلا لوقتها صور. هلا برجيكم اياها شو رح نعمل فيها. الويبينج كريم اللي حضرناه مع الفانيلا والعسل عندي اياهم قلت لكم محضرتهم قبل بكم ساعه لحتى نكسب بالوقت. سو شو رح نعمل فيهم؟ رح ناخذهم ونخلطهم بس دقيقه لحتى يصيروا جاهزين للتزيين. فتت نص دقيقة الكريمة للتزيين صارت جاهزة. هيدي وايت شوكليت مع الكريم مع الفانيلا بودز واكيد شوية عسل. ماما قايتلك هي. ايه حلو نعمل فيه الكيك. يلا هلا الخطوة الأولى لنزين الكيك يلي رح تساعدني بتزيينه. هيا عندي الكيك قصيته رح استعمل بس 3 مع انه هن طلعوا 4 ما بدي يطلع كتير عالي. اوكي سو الخطوة الأولى رح نشيل البارشمنت يلي كانت بكعب الكيك. انا بتركها للآخر لحتى يضل الكيك هيك مويست وما ينشف كتير. رح اخد اللاير الأولانية رح حطها هون. شو رح نعمل؟ رح نجيب هالفروت جوس. انا هون استعملت الستروبري ورح نسقي الكيك بالجوس. بدك تساعديني؟ يلا وقول عليه كله هلا هون كمان. تحبي تزيني الكيك؟ ايه مامي that's my favorite. ورح شو رح نعمل؟ خليني اقلي كتير بس. طيب رح نمد الكريم ما رح كتر كتير صح؟ طيب فيك تجيبي لي معلقة لحتى نحط تحطي لي هالستروبريز؟ عم فيني تدوقي فيك تدوقي بس مش كتير. اوكي ايه في حدا عم يسرق. بتحبيها هيدي؟ كتير. اوكي بيرفكت. هلا رح ناخذ اللاير الثاني ورح نحطه هون وكمان شو رح نعمل؟ اوبس خلص يلا اعملي لنا اللاير الثاني. انا اي ويل هولد ذس فور يو. اوكي يلا اول راوند يلا Good girl. Thank You're you. doing good job. Thank you. Mommy. Good girl. لأنه هلا بدنا نحط الجوس لحتى ينزلوا من هاي الميلي بقلبها منيح. We have to punch it. نحط بعد شوية ستروبري هون. Okay. هيك a little bit. Here and there. شو رأيك؟ فينا نحط قد ما بدنا. صح؟ yeah. If there's one more left, can I eat it? Yes! ليه اجى الايس كريم تراك؟ مامي حلو جيب ايس كريم واجي. ما بدك تكفي تساعديني؟ بدي بس هلا بيجي. يلا اوكي. هيك الاولاد بنسوا شو عم يعملوا، الايس كريم اطيب شيء. هون عندي ستروبري بيريه حطيت لهم مي وسكر وشوية فانيلا. صار عندي ستروبري بانش بس انتو فيكن تستعملوا العصير يلي عندكم. رح حط الويبت كريم مع الوايت شوكليت على الوجه. رح زين فيها